أحبائي مرحبا بكم في قناتنا زي سودان. ما تنسوا تضغط لايك وتعمل كومنت ظريف تشترك في القناة تضغط الجرس عشان نرن لك. برنامجنا الليلة حيكون تحدي الليمونة، لو ربحت معانا حتربح جائزة. هشام ملح. منو؟ هشام ملح. ايه اعرف عليك؟ امجد احمد. طيب يا امجد انا حتحداك انك شنو؟ الليمونه دي تاكلها كده في قرمه واحده هي ودون لا اكلها كده كيف وبلاها طوالي؟ هاي كده بس وتبلعها طوالي بدون ترمش ولا تغمض عيونك. ما اهو لو ما رمشتها ترمح معانا جائزه. انا اصلا خلقه طلع عيوني بتعمل كده. لا كده بيجي دخل قطلها بتجي انت كفرتها اللي شنو كده يجي بيها. وي خليكم شاهدين يا شباب. ما ترميش. اتعرف عليك؟ علي حماد عيسى حماد. طيب يا علي انا هتحداك تحدي ظريف انك شنو الليمونه دي تاكلها من غير ما ترمش ولا تغمض عيونك. اذا ربحت التحدي عندك جائزه، اذا ما ربحت خلاص حاتل عليك. متاكده في جائزه؟ ايوه متاكده. اكلها ابلعها جد؟ يعني تاكلها تبلعها بس المهم ما ترمش ولا تغمض عيونك. موافق. جادي؟ جادي. واحد اثنين ثلاثة. رمشتها انا شفتك رمشتها. مو شنو انت رمشتها اصلا؟ مو واصل لسه؟ اهو واصل. وانت خسرت التحدي اصلا. هشام مراعي. هشام طيب انا هتحداك شنو انك تاكل الليمونه دي بدون ترمش ولا تغمض عيونك. اذا ما رمشتها بتربح معنا هديه، واذا رمشتها بكون خسرت التحدي. دي ما ليمونه كبيره صغيره ما في. طيب انت مستعد؟ مستعد. اي طيب بدون ترمش ان شاء الله ربنا يقدرنا في الخير. ليمون كبار ولا دقة؟ ياخذ ليمونة كبيرة في ليمونة تدري واحدة صغيرة. ايوه هي التحدي كده. يلا يلا سيدي. ياخذ قدر تلاقي؟ يلا ما برتقال؟ بسم الله الذي لا يضر اسمع ليمونة جات انت؟ قول اقسم. وي بسم الله. بسم الله قال. والله ما قلت. بدون رمش. اي لاقي ما خليه يتغير. يلا 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 يلا. اتعرف عليك؟ احمد امير. طيب يا احمد انا حتحداك انك تاكل الليمونه دي بدون ما ترمش ولا تغمض عيونك. اذا ما غمضت وما رمشت تربح معانا، واذا رمشت تكون خسرت. موافق انت؟ تمام. اوكي. دون رمش. يلا يلا اتعرف عليك؟ اسمي محمد فايز. طيب يا محمد فايز انا هتحداك انك شنو تاكل الليمونه دي من غير ما ترمش ولا تغمض عيونك. اذا ما غمضت عيونك وما رمشت حتكسب معانا الجائزه، اذا غمضت وكده حتخسر. انت موافق؟ انا موافق. طيب يلا من غير ما ترمش. خليهم كلكم شاهدين انك رمشت. اقول رمشت. الله يسهل يا مان. بس دقيقه ما في سر النين. انت ما بس كمان اكيد التخيل طوالي خشمك. لا زابي انا مهلوم. انت رمشت. اتعرف عليك؟ صلاح الدين احمد. طيب يا صلاح الدين انا حتحداك انه شنو اذا اكلت الليمونه دي كده كلها كده دخلتها واكلتها من غير ما ترمش او تغمض عيونك. اذا ربحت التحدي عندنا جائزه، اذا ما ربحت خلاص جائزه راحت عليك. موافق ولا لا؟ ان شاء الله. موافق يعني؟ هاي. طيب نبدا. بسم الله احد لحد ثلاثه. يلا واحد اثنين ثلاثه. صعبة دي. انت خسرتها. لا لا والله صعبة يعني خلاص ما عندك جايزة عندنا.
مرة جاي يا زول. لا لا شكرا لك. هذول يا مرتكم دي والله صعبة عادل يا زول، يعني ما بتتأكل. شكرا لك. هذه ما بتنبلع زادة. عرف عليك أحمد محمد بابكر. طيب يا أحمد أنا حتحداك إنك شنو الليمونة دي تأكلها من غير ما ترمش ولا تغمد عيونك. إذا ما رمشت ولا غمدت عيونك بتربح معانا، إذا غمدت عيونك بتخسر. أنت موافق ولا لا؟ ما مشكلة عرا غير ما ترميش. يلا نشوف. رمشت انت؟ ما رمش ما رمش انا شفته. رمشت انا شفتك بعين. انا شفتك انا شفته انا شفته رمشت ثاني رمشت ثاني رمشت ما مشتغل بك كيف انا اتعرف عليه احمد بدر الدين. طيب يا احمد انا حداك انك شنو تاكل الليمونة دي من غير ما ترمش ولا تغمض عيونك. انت موافق؟ اذا انت ما رمشت ولا غمضت عيونك حتربح معانا، واذا رمشت ولا غمضت عيونك بعد انت خسرت. موافق انت؟ موافق. طيب يلا انت جاهز شنو اول حاجه؟ انت مالك ما جاهز انا بعدين بس انت اذا رمحت خلاص نولع كلنا راح نرفع مكانها. انت رمشت يا زلمه في البدايه انت رمشت. عرفتها يلا كده افتحها من جديد. ما اقول لي اكلها بس افتحها قدامنا نشوفه شنو. افتحها نشوفه. خليك رايك فيها شنو؟ شكل اهلي ولا يدوي؟ اثنين كمان. عجبتك؟ هاي كلمة حلوة؟ شكرا سمحة والله. عجبتك؟ بتنفع وبتعشي كمان. يا زلمة اتعرف عليك. المكاشفي حماد. طيب يا مكاشفي انا حدك انك شنو؟ تاكل الليمونة دي في كده وحدي يعني يرمى وحدي تمام معك؟ وما ترميش ولا تغمض عيونك، إذا رمشت أنت بتكون خسران معانا، وإذا ربحت التحدي عندك جائزة، أنت موافق ولا لا؟ موافق. اوكي يلا نبدا. دي ليمونة والله بلع واحدة صح؟ ممكن عادي ألوكة كم لك؟ أي بس المهم ما ترمش ما ارمش ما مش أنا عندنا شجرة فاردة قصتي ها؟ دقيقة أحسن والله ما مشكلة والله رمشت والله ما مشكلة والله رمشت. انت رمشت التاني في شنو؟ فيهم قاعدة رمشت
كيف عليك؟ عبد العظيم هزنان. طيب يا عبد العظيم انا هتحداك انك شنو الليمونه دي تاكلها من غير ما ترمش ولا تغمض عيونك، اذا اكلت وما رمشت وما غمضت عيونك بتربح معانا، واذا رمشت بتخسر. انت موافق؟ ان شاء الله. طيب يلا رمشتك. انا شفتك زين ما خسرت معانا، شكرا لك. محمود مصطفى. طيب يا محمود انا هتحداك انك شنو الليمونه دي تاكلها يعني من غير ما ترمش عيونك ولا تغمض، اذا انت ما عملت كده بتربح معانا، اذا انت رمشتها تخسر. موافق؟ موافق. هاي خش يا محمود. انت ريانه غلازه حظك انا حظك وجوله تمك وتنجد في واحده غيره وان عيشه عيشه حظك عيشه 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 شنو كان بيجي على صاحبي ورك ورينا ايش تنك قاسمو ايوه